معانا أم مكة من البحيرة. أم مكة، أم مكة معانا؟ أيوة مع حضرتك. سلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤالين. اتفضلي. السؤال الأولاني، أنا بنتي توفيت يعني من 4 شهور. الله يرحمها يا رب. كانت بنتي الوحيدة وما عندهاش غيرها. هي كانت عندها سنة إلا شهر يعني. فدايما على طول انا بفتكرها على طول عياط. والله انا راضيه بقضاء ربنا وكل حاجه، بس حته الدنيا كانت بتفهمني وبرده كانت بتسال دي دايما على طول عياط. يعني انا هل ده وقمه ربنا ولا ايه بالظبط؟ حاضر اجاوب على حضرتك. حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا حصل لي بعدها الشهر اللي فات بعد ما انت متوفت حصل لي اجهاض. حملت الشهرين اللي فاتوا دول، حصل لي اجهاض في الشهر الثاني. والدكتورة وطلع عندي يعني نقص مناعة، فيروس نقص مناعة. فجوزي قال الأيام دي لازم أفطر عشان العلاج اللي أنا باخده، بس مع العلم طبعا دم الإجهاض خلص بعد الإجهاض ب5 أيام، وبصلي من وقتها وبصلي عادي. بس هو قال لي لازم تفطري عشان العلاج اللي أنت بتاخديه نقص مناعة. طيب أجاوب على حضرتك على السؤالين. ماشي. أول سؤال حضرتك بتقولي إن بكاكي دوت على بنتك المباركة الله يرحمها اللي هي دلوقتي سبقتك إلى الجنة إن شاء الله، وتكون ان شاء الله بضع منك ان شاء الله سبقتك الى الجنه، وربنا يجمع ان شاء الله بعد عمر طويل وعمل ان شاء الله فيه محبه الجليل سبحانه وتعالى، يجمع بينكم ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. فالبكاء اللي عندك ده لو ان بكاء مش انت اللي بتستدريه، مش انت اللي بتجمعي الذكريات وتعمليه مع نفسك، ده هيبقى ما فيهوش حاجه، ودوت هيبقى من شفقه قلبك عليه. لكن ما ينفعش ان انت تستمر في ده، ما ينفعش ان انت تصر على ده، ما ينفعش ان انت تقولي يعني هي لو كانت فضلت دي كانت ما انساني. لا خالص، ده اللي بيبقى مشكله بقى. لكن بكاكي ده لا، مش هيحاسبك عليه ربنا لو انك انت ما بتبالغيش فيه، ما بتستدعيهوش. لكن هو لو سال البكا من عينك من غير ما تقدري، والاحسن طبعا ان انت تذكري نعمه ربنا وتذكري ان الله سبحانه وتعالى عندما جعلها في هذه الحال هي عصفور من عصافير الجنة. هي خلاص دلوقتي قاعدة مع سيدنا إبراهيم، هي خلاص دلوقتي في راحة وسلام، وإن شاء الله تكون سبب من أسباب الشفاعة ليك. ده لازم تقوليه لنفسك، هتهدي وإن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة. الأمر الثاني، الإجهاض اللي حصل لحضرتك ده، الإجهاض أنت هتفطري عشان الدكتور قالك أن أنت لازم تفطري عشان العلاج، ودوت جائز شرعا، ده جائز شرعا، لان انت بتقولي خلاص الدم، ما انت مش بتفطري عشان ان في دم، انت بتفطري عشان ايه؟ عشان انت صحيا محتاجه ان انت تفطري. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، فحضرتك مريضه فيجوز لك ان انت تفطري، وما يبقاش في قلب غضاضه، لان انا عارف ان الاسى والوجع اللي عند حضرتك بيتقلب، وكمان مش هصوم. لا، افطارك ده ان شاء الله يكون طاعة، وان شاء الله ربنا يثيبك عليه عشان حفاظك على صحتك.